اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتين النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات.